نظمت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية اليوم الجلسة الرابعة والختامية لبرنامج مجلس السفراء في نسخته الثانية بمشاركة سعادة السيد آردي هيرماوان سفير جمهورية إندونيسيا لدى مملكة البحرين والسيد أحمد عبد الله الهاجري سفير مملكة البحرين في جاكرتا. الجلسة أدارتها الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة الخليفة المدير العام للأكاديمية بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومنتسبيها. وفي بداية الجلسة أكد السفير الإندونيسي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والسياحي وتبادل الخبرات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات من خلال الزيارات الرسمية والبرلمانية المتبادلة وتفعيل مذكرة التفاهم للتشاور السياسي الموقعة بين وزارتي خارجية البلدين. واستعرض السفير في كلمته الدور المحوري لجمهورية إندونيسيا في محيطها الإقليمي والدولي وحرصها على الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال رئاستها هذا العام لقمة مجموعة العشرين. من جانبه أشاد السيد أحمد عبد الله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة بين البلدين في إطار حرصهما على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.